ورد بيخوني يا عز، بيخوني. طب بس اهدي 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 وادخلي من على الباب. كبرتي يا زراحي، تعالي سيبيها ادخلي انت. خلاص يا نواف. تصدقي يا عز، تصدقي ماهر ده انا كنت بقول رجاله الدنيا كلها تخون مراتاتهم الا ماهر، لا يمكن يبص بره ابدا. مش عارفه اقول لك يا حبيبتي، فرغت عينه معطيانه. لا الا ماهر، كله الا ماهر. طب وانت عرفتي ازاي؟ شفتيهم يعني ولا اتاكدتي ازاي؟ ده انا عرفت واتاكدت وعرفت دار السلام كلها، فضحتهم وفضحت نفسي. انا لا يمكن ارجع له ابدا، لا ارجع له ده ايه؟ طب بس اهدي، مين قال ترجعي له؟ ان شاء الله ما عنده اوعى ترجعي له ابدا. لو سمحتي يا ابو العزم تدي اشغل بابا. يقطعني. ما اقصدش يا رحيم، انا اسفه، انا بقول كده عشان مزعل ورد. قوم يا واد يا رحيم العب بعيد. وبعدين مش قلت لك قبل كده ما تتدخلش في كلام الكبار؟ هو يعني كلام الكبار ده لازم تشتمه في ماهر؟ يقطعني يا ورد ومصحف، ما اقصد هي طلعت مني كده. لا يا اختي خدي راحتك. رحيم، وانا عارفاها المخفيه ايه بنت مؤيه دي؟ لا 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 مش هتوعي عليها، دي كانت عيله صغيره بتعملها في هدومها اما انت بطلتي تيجي الحته. بيخوني مع عيله صغيره؟ امال المطفى شويه يعمل فيا ايه يا عزه؟ خلاص يا ورد والنبي، النبي ما يستاهلوا الدمعه منك هما الاثنين، خلاص بقى. انا عمري ما هرجع له، والختمه الشريفه عمري ما هرجع له، الا ما في حد في دار السلام ما عرفش ان هو ماشي مع الوطي بنت الوطي. ماهر اوعى ترد عليه، اوعى، انا بقول لك اهو. والنبي ما رد عليه. هيكون عايز مني ايه يعني؟ عايز مني ايه بعد ما خلاني مسخ دار السلام؟ انا مش بس مش هرجع له، لا انا مش هرجع الحته بحالها، ان شاء الله انا وابني نبات في الشارع. شارع يا ورد اخصى عليكي، ما تقوليش كده، ده ما شردكيش الارض شيلك على دماغي وانت عارفه. تسلمي لي يا اختي. انا كنت هروح لحيات، بس انا قلت ده اول مكان هيدور عليا فيه، وانا صراحه يعني مش طايقه تقع عليه، فلقيت رجلي جايباني بقى وجايه لك. احسن ما عملتي، ما هو ده بتختك برضه.